مرحبا أصدقائي، راح أشرح لكم بهذا الفيديو عن الطريقة الجديدة لفك بانت انستغرام وشنو الخطوات اللي راح نسويها إذا أجانا رفض. تابع الشرح للنهاية ولا تنسى تحط لايك للفيديو. أهم شيء تابع الشرح للنهاية وتعرف الخطوات كلها بالتفصيل حتى تنجح وياك الطريقة. طبعا أي قناتي بدربكم، اشتركوا بيها، نزل بيها كل شيء يخص الانستغرام حبيبي. أول شيء اللي عليك أنت راح تجي لهذا الرابط اللي راح تلقى الرابط مالته بالدسكريبشن أسفل الفيديو. راح تضغط على الرابط، راح نضغط على الرابط راح تظهر لك الواجهة هيش، راح تدوس هنا لا، وبعدها هنا تكتب اسم حقيقي. اهم شي تحفظ الاسم مالتك، يعني اسمك اكتب اسمك الحقيقي ما عليه اي شي. كمثال انا راح اكتب احمد علي، هذا هو. وبعدها هنا راح اكتب اليوزر مالتي، الحساب مالتي المتبند، وهنا راح اكتب الايميل اللي اريد اراسل لانستغرام. طبعا يفضل انه تخلي اليوزر، عفوا الايميل مالتك الاساسي اللي بالحساب الانستغرام. وبعدها هنا راح اختار الدولة، هاي العراق، عفوا هاي المملكة العربية، هذا هو العراق حبيبي. اوقات الدعم، ايش وقت تراسل شركة الانستغرام حتى يفكون باند الحساب مالتك؟ الاوقات هي من الساعة 10 الصبح الى 6 المغرب، يعني يفضل اني يعني انصحك انه تراسل بهيش وقت. بالليل لا تراسل، لان راح الروبوت راح يجاوبك وما راح يفيدك باي شيء. بعدها هنا راح تضغط على ارسال. هسه راح نشوف شو ايش راح يجينا الرد من خلال الشركة. هسه انا قدمت الطعم مالتي، راح انتظر الرسالة مالت الانستغرام على الايميل. هنا راح انتظر، خل نصبر شوية خل تجينا الرسالة مالتهم. طبعا اصدقائي مثل ما تشوفون هسه اجاني الرد من خلال شركة الانستغرام. حبيبي اذا ما اجاك الرد، كل اللي عليك تجي على هاي الثلاثة خطوط، وبعدها تجي تضغط هنا كل البريدات، لان البريد راح يتوفر عندك هنا، احيانا ما يطلع عندك بالصفحة الرئيسية. راح تضغط على الرابط هنا، عفوا على الرسالة. هنا رسالة شو تطلب من عندك؟ انه تكتب هذا الكود ويا اليوزر مالتك ويا اسمك اللي كتبته قبل شوية من خلال التقديم، تكتبه على ورقة. شلون ورقة؟ اهم شيء الورقة مالتك تكون واضحة. كمثال نفس هاي الصورة، طبعا مو تستخدم هاي الصورة وتستخدم صورة من خلال الفوتوشوب تسويها، ما يصير، شركة الانستغرام راح ترفضك. فانت اللي عليك راح تكتب الارقام اللي دزولك يا الكود، لازم الاكواد تكون كبيرة وانت تكتبها، وتكون مكتوبة بالايد مو مكتوبة من خلال كمبيوتر او الموبايل. وبعدها هنا تكتب الاسم مالتك اللي انت كتبته من خلال التقديم، وبعدها اليوزر مالتك. اهم شيء اليوزر والكود يكون واضحين، يعني يكون لازم واضح. وبعدها تكتب بعد ما كتبت هاي الكود والاسم واليوزر، تلزم الورقة نفس الولد هنا وتطق لك صورة. لازم يكون وجهك واضح والإنارة عندك واضحة والخلفية مالتك تكون بيضة، خلفية يعني اللي وراك الحائط او اي شيء يكون واضح، يكون ابيض والإنارة مالتك واضحة. بعدها تجي لهذا الموقع اللي راح تلقاه ايضا بالدسكريبشن اسفل الفيديو. راح تجي لهذا الموقع، راح تدوس هنا اختيار ملف، راح تحول الصوره مالتك الى جي بي اي جي حبيبي. راح تضغط هنا اختيار ملف، وبعدها راح يحولك الى الاستوديو مالت الجهاز مالتك مالت الصور. كمثال انا راح احول هاي الصوره مالتي الى جي بي اي جي، لازم تحول الصوره مالتك الى جي بي اي جي، تمام. وبعدها راح تدوس هنا تحويل، راح ننتظر هنا على ان يتم تحويل الصورة مالتنا الى جي بي اي جي، لان اذا ما حولتها الى جي بي اي جي فشركة الانستغرام ما اعتقد يعني ينطوك رفض على مود هاي الصورة، ولكن اذا حولتها هيك راح تقدر يعني يجاوبوك ويعرفون انه انت ملتزم بالحساب مالتك. مثل ما تشوفون هسه حولت الصورة مالتي، راح ادوس هنا تنزيل بعد ما انزل الصورة، دوس الان تم. هذا الحل الوحيد لاسترجاع حساب انستغرام. مثل ما تشوفون هي الصوره كل شيء ما تغير من عندها، ولكن الـ الـ الصوره الصيغه مالتها تحولت الى جي بي اي جي. بعدها راح نروح الى هاي الى البريد الالكتروني. هنا ايش راح نسوي احنا بهاي الحاله؟ بعد ما حولنا الصوره مالتنا راح نجي هنا ندوس الرد عفوا، وبعدها راح نجي هنا نشوف هذا السهم، عفوا هذا اللي بصف السهم، راح نضغط عليه وندوس ارفاق ملف.
راح نروح نختار الصورة مالتنا. مثل ما تشوفون الصورة مالتي JPEG تحولت إلى JPEG، تمام. هنا الصورة هاي القديمة نفسها، ولكن أنا حولتها مرة ثانية حتى أوضح لكم إياها أكثر. راح نضغط على الصورة مالتنا، وبعدها راح نجي هنا ندوس إرسال. أنا هسه ما راح أدوس إرسال، أنا ما راح أدوس إرسال لأن هذا الحساب ما بي متابعين، هو حساب وهمي. ولكن أنت راح تدوس إرسال، راح يجيك رفض. طبعا راح يجيك الرفض. الرفض مالته شلون راح يكون؟ راح يكون نفس هذا الرفض، هاي الرسالة اللي راح تشوفها هسه. خلينا نقلب هاي الصورة، هاي الكتابة راح تجيك على الايميل بعد ما انت ترسل لهم الصورة مالتك. انت اذا ترجمت هذا النص، يعني هذا النص يقول لك انه نعتذر على استرجاع الحساب مالتك. كل اللي عليك انت ايش راح تسوي بهاي الحالة؟ اذا اجاك رفض من خلال شركة الانستغرام، ترجع مرة ثانية نفس الصورة، نفس هاي الصورة مالتك، ترجع مرة ثانية ترسل لهم اياها. تنتظر يوم او 24، يعني 24 ساعة الى 10 ساعات. اذا هم انطوك رفض ترجع مرة ثانية نفس الصورة ترسل لهم اياها 3 مرات 4 مرات 5 مرات. السادسة لازم الحساب مالتك ينفتح 1000000%. الحساب مالتك راح ينفتح 1000000% اذا اجاك رفض 5 مرات. مرة السادسة راح يفتحون الحساب مالتك. طبعا هاي الطريقة الصحيحة اللي جاي تنباع، انا جاي اشرح لكم اياها. اتمنى تقدرون تعبي وتحطون لايك للفيديو. طبعا انت بعد ما ارسلت الصورة مالتك 6 مرات وجاك رفض، مرة السادسة عفوا راح يفك الحساب مالتك بكل تأكيد. طبعا لهنا انتهى الشرح مالتنا. جميع الروابط اللي ذكرتها بهذا الفيديو راح تلقوها بالدسكريبشن اسفل الفيديو. لا تنسون تحطون لايك واشتراك بالقناة. اخوكم جهاد برواري.